أبناءنا الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إلى هذه الندوة الجديدة من ندوات مادة التربية الدينية الإسلامية للصف الثالث الثانوي العام. غدا الخميس ستتوجهون إلى امتحان هذه المادة في المراكز الامتحانية، ونحب أن نتداول مع حضراتكم في هذه الندوة العلمية اليوم أبرز المواقع الامتحانية والإرشادات الامتحانية اللازمة للطالب، ونستعرض وحدات الكتاب المطلوبة بإيجاز غير مخل، ونستعرض لكم في ختام هذه الندوة نموذجاً استرشادياً نضع أمامكم الحلول الجيدة المناسبة لهذا النموذج الامتحاني. بداية لا يسعني إلا أن أرحب بزملائي المشاركين في هذه الندوة، الأستاذ حاتم عمر الموجه الاختصاصي لمادة التربية الدينية الإسلامية في ريف دمشق، وكذلك الأستاذ طارق حمودة الموجه الاختصاصي للمادة في تربية ريف دمشق، والأستاذ بشار شيبان مدرس المادة في ثانويات دمشق ومدارسها، والأستاذ خالد البقاعي مدرس المادة كذلك في ثانويات دمشق ومدارسها. حتى لا يدهمنا الوقت، الأستاذ حاتم عمر الموجه الاختصاصي في تربية ريف دمشق، ما الذي يمكن أن نستعرض من أبرز الجوانب الهامة في الوحدة الأولى من وحدات هذا الكتاب؟ تفضل أستاذ حاتم. أسعد الله صباحكم جميعا، أسعد الله صباحكم أبنائنا الطلبة، نتمنى لكم تحقيق كل الأماني والتوفيق في امتحاناتكم. بداية نبتدئ بالوحدة الأولى من الصفحة رقم 8. نعم. سأستعرض بشكل يعني موجز بعض الأسئلة المهمة التي يمكن أن ترد كسؤال امتحاني. نعم. طبعا صفحة 8 درس العلم والإيمان. نعم. في بالمقدمة دائما احنا من خلال الندوات السابقة ومن خلال يعني توجيهات المدرسين أنا المقدمة يأتي منها أسئلة. في السؤال في المقدمة المنظم المتقدم في عنا ما الغاية؟ يمكن أن نستنتج هنا سؤال عرف المثل. تمام. بأنه تصوير المعاني المعقولة بصورة محسوسة مؤثرة في نفس الإنسان. تمام. أيضا السؤال الذي يليه، ما الغاية من ضرب الأمثال في القرآن الكريم؟ حلو. أيضا ننتقل إلى النص القرآني. نعم. النص القرآني يجب أن نتوسع في موضوع النص القرآني. نعم. النص القرآني دائما ابني الطالب يجب علينا أن ننتبه إلى العنوان الدرس العلم والإيمان. نعم. لو قلنا طلبنا من الطالب اكتب الآية التي تتحدث عن العلم والإيمان أو التي تستدل بها على العلم والإيمان. جميل. المقصود هذه الآية. نعم. لو قلنا طلبنا من الطالب أن يكتب الآية التي تستدل بها على أن الله نور السماوات والأرض. جميل. يجب علينا أن نكتب الآية كاملة. نعم. ابني أنا لا يعني عندما أطلب منك أن تكتب الآية التي تستدل بها على أن الله نور السماوات والأرض، لم أطلب منك فقط أن تكتب. نعم. التركيب القرآني. تمام. ثلاث كلمات الأولى. لا. نعم. بعض الطلاب وقعوا في هذا الخطأ من خلال يعني امتحانات الطلاب التاسع. نعم. نعم. نعم وقعوا في هذا الخطأ. نحن عندما نطلب الآية نكتب الآية كاملة سواء. نعم. كانت سطر أو سطرين أو ثلاث. يعني نكتب الآية كاملة إلى رقم. نعم. الآية إلى رقم الآية عند إلى قوله عليم. نعم. 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 إذن اكتب الآية التي تستدل بها على أن الله نور السماوات والأرض. معاني الكلمات طبعا قبل أستاذ حاتم يمكن نؤكد أن. نعم. الخيار الطالب الخيار بالنسبة لنوع الكتابة الرسم. نعم. العادي والرسم القرآني. نعم. أيضا ننوه أن النص القرآني هذا المطلوب الآية هي تقسم إلى ثلاث مقاطع أو أربع مقاطع حسب عدد الدرجات. المقطع عليه خمس درجات. نعم. تمام. يتسامح بخطأ واحد بكامل المقطع كاملا. نعم. ثم على كل مقطع. نعم. أي غلط يذهب درجة. نعم. المقطع. تصويب أستاذ. أي. حاتم المسامحة في شهادة التعليم الأساسي في الثالث ثانوي لا نسامح في الثانوي مطالب بأن يكتب النص كاملا. طيب. نعم. كما ملاحظة شكرا أستاذنا. نعم. الأمر الآخر والمهم أيضا. نعم. يعني أن لا يخطأ الطالب بالأخطاء الإملائية. جميل. يكتب الكتابة النحوية الكتابة الإملائية السليمة. نعم. معظم الأخطاء في الآية أو معظم الدرجات تذهب
نتيجة الأخطاء الإملائية الطالب. نعم. تدرب على كتابتها بشكل جيد. نعم. اكتبها إما بالكتابة بالرسم القرآني المكتوب أو بالكتابة الإملائية. نعم. نمضي إلى المفردات. نعم. ومعنى. ثم معاني الكلمات طبعا اكتب معنى التركيب القرآني الآتي أو اكتب معاني الكلمات القرآنية الآتي. جميل. بالصفحة 9 في عنا الخريطة المفاهيمية، النور نوعان، نور حسي نور معنوي، مع ذكر مثال لكل أو مثالين لكل منهما، النور الحسي والنور المعنوي. في عنا أيضا صفات السراج الذي تتحدث عنه الآية، هم ثلاثة. ممكن أن يأتي سؤال أيضا. السؤال الآخر في أسفل الصفحة 9 السطر الثالث من الأسفل، الهداية الله سبحانه وتعالى مستمرة ومتنوعة. أنواع الهداية، أكتب ثلاث أو أربع من أنواع هداية الله تعالى. نعم. للإنسان. نعم. ننتقل إلى الصفحة 10. في عنا سؤال دائما بالسؤال الأول بالقرآن الكريم، يأتي السؤال ما الفكرة المستنبطة من التركيب القرآني الآتي. تمام. هنا أكتب الفكرة فقط. نعم. الفكرة التي تدل. أريد أن أنوه على أمر أن الطالب عليه أن يميز بين الفكرة والقيمة المستفادة والسلوك المستفاد. جميل. القيم الفكرة دائما، الفكرة نقرأ التركيب القرآني، أكتب المعنى الإجمالي. نعم. بشكل مبسط. نعم. بشكل مبسط. هذه هي. نعم. الفكرة. نعم. طيب. تمام. القيم المستفادة، القيم المستفادة أقرأ المعنى الإجمالي لهذه الآية وأضع عنوان لهذه القيمة. تمام. أما السلوك المستفاد هو سلوكي أنا الذي يجب أن أتمثله، أعبر عنه بالفعل المضارع، يبدأ مثلا ألتزم، أجتنب، أفعل، أعمل. إلى ما هنالك. أيضا في عنا بأسفل الصفحة 10 أهمية ضرب المثل في التربية والتعليم، هو نفس تعريف المثل، نفس السؤال الورد سابقا، ما الغاية من ضرب الأمثال، نفس الجواب تقريبا. أقاطعك قليلا أستاذ حاتم، هناك من يسألنا أنه ممكن أن تأتي أكثر من آية لتدل على فكرة. نعم، يعني مثلا سيأتي معنا لو استبقنا في الوحدة الثالثة بشارة وتكريم، هذه ثلاث آيات، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، والتي تليها والتي تليها، فيمكن أن يطلب منك آية وممكن أن يطلب منكم أكثر من آية. تفضل أستاذ. عندما نطلب سؤال يكون واضح ابن الطالب. سؤال ليس فيه لبس ولا غموض. تمام. نحن نقول لك اكتب الآيات التي تستدل بها على البشارة والتكريم. نعم. من كلمة الآيات معناته هن ثلاثة وليست آية. نعم. واحدة. أيضا في عنا بالصفحة 11 في عنا سؤال مهم جدا في هذا الجدول، أسئلة كثيرة على هذا الجدول، معاني النور في القرآن الكريم وردت. يجب عليك أن تفهم معنى التركيب القرآني، هو ليس من النص لكن هي معاني. في وردت كلمة النور ممكن بمعاني مختلفة. معاني النور في القرآن الكريم أذكر ثلاث معاني أو أربع تعداد. نعم. ممكن مثلا وأنزلنا يعني إليك على الطالب أن تكون عنده مهارة الربط. نعم. بين الآية ومعنى. نعم. النور المناسب لها. لو. نعم. ضربنا مثال مثلا وأنزلنا. نعم. إليكم نورا مبينا القرآن. معنى النور هنا الإيمان، القرآن، النبي محمد. أنت بختار الإجابة الصحيحة، الإجابة هي القرآن الكريم. نعم. نعم. هذا ما يتعلق. ننتقل إلى سؤال الحديث. نعم. درس الحديث أيضا درس المحافظة على صفحة الوطن. 12 صفحة 12 في عنا بالمنظم المتقدم بالسطر الأول سؤال، علل اجتناب كل ما يؤدي إلى أو الأمر إلى باجتناب كل ما يؤدي إلى التناحر. نعم. الفتن. نعم. جواب للحفاظ على الوطن آمنا مستقرا. جميل. كله بالسطر الأول. نعم. سؤال استنتاجي، يعني السؤال يأتي. نعم. خلف الجواب الحديث. أيضا في عنا سؤال آخر. نعم. كيف نسهم. نعم. وطن آمن مستقر. في عنا الحديث، اكتب الحديث الذي تستدل به على المحافظة على الوطن. جميل. جميل. نعم. في عنا معاني كلمات الحديث يجب على الطالب أن يفهمها حتى. جميل. يعني يبين. وكذلك نؤكد هنا أنه ينبغي أن يكتب الحديث كاملا. أيضا دون أخطاء. نعم. الحديث مقسم إلى أربعة مقاطع، كل مقطع خمس درجات، أي خطأ في أي مقطع يذهب درجة المقطع كاملا. نعم. نعم. أيضا في عنا بالصفحة 13 بأسفل الصفحة في عنا المثل والمثال من الواقع، لو طرحنا عليها سؤال ما المثال من الواقع لكل من الأمثلة الآتية في حديث المحافظة على الوطن. جميل. ننتقل للصفحة اللي بعدها 14 في عنا سؤال مهم. نعم. في عنا أثار تحمل المسؤولية في الفرد والمجتمع. تمام. في الفرد ما هي الأثار التي يعني. تمام. أثار تحمل المسؤولية وعلى المجتمع أيضا سؤال وجيه ومهم.
في عنا السؤال اللي بعده بحفظ المجتمع، في عنا سؤال نعم. صفات من يتحمل المسؤولية نعم. يجب أن يتحلى بصفات العلم نعم. والحلم والرفق واللين إلى ما هنالك. في عنا وصلنا أستاذ حاتم بال15 هناك من يسألك كيف نعم. يأتي السؤال من فقرة أتعلم من الدرس، أتعلم من الدرس ووصلنا إليها نعم. فقرة أتعلم من الدرس أقرأها إن كان يعني يمكن أن يصاغ عليها سؤال نصيغ فكرة معينة. مثلا عندنا دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، علل هذه العبارة أو علل هذه القاعدة الفقهية، لأن خطر المفسدة كبيرة نعم. كبير وله آثار خطيرة على الفرد حتى والمجتمع. ممكن فراغات أستاذ نعم. حاتم نعم. يعني يقال دفع فراغ أولى من جلب فراغ نعم. ممكن سؤال، ممكن تعليل نعم. ممكن. نعم. ننتقل إلى درس الوحدة الإنسانية. درس الوحدة الإنسانية أيضا في الدرس الوحدة الإنسانية كيف تتحقق الوحدة الإنسانية، في عنا يعني الجواب واضح، تتحقق من المنظم نعم من نعم. المنظم المتقدم نعم. في عنا السؤال الذي يليه بأقرأ وأبين جميل. في عنا السؤال أول مبادرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة، يعني بادر بأمرين، القضاء على نعم. كل ما يثير التناحر نعم. بين الناس والتفاخر إلى آخره. ممكن فراغات يعني نعم من حقوق المواطنة كاملة لأصحاب الديانات، عندما تحفظ هذين البندين تمام. لو أتوا على شكل فراغات تماما. يمكن أن السؤال ابني قد يأتي بأشكال متعددة، قد يأتي سؤال عرف، هذا نفس السؤال يأتي صوب الخطأ تعداد نعم، قد يأتي فراغات إلى ما نعم. هنالك. يجب عليك أن يكون يعني تمتلك مهارة يعني صياغة التعامل مع السؤال، التعامل مع السؤال نعم. وهذا نتيجة الدراسة جميل. والاجتهاد والجهد نعم. نمضي أيضا نعم. أذكر أثر أو اثنين من آثار الفتن على الفرد والمجتمع نعم. في عنا تعداد الحقوق الإنسانية عدد 4 من صفحة 17 من الحقوق جميل. الإنسانية جميل. في عنا بالسؤال بالصفحة 18 نعم. عدد من الأسئلة في حالات علل التعليم. علل تحريم تخويف الناس وإرهابهم جميل. وإرهابهم عفوا، علل تحريم استحلال وقتل الآخرين، علل تحريم تخريب مؤسسات المجتمع. إذن كله نلفت نظر طلبتنا إلى أن هذه التعاليل كلها قد أجيب عنها في الدليل نعم أجيب عنها في أجيب الدليل عنها في الدليل نعم. تمام نعم. نعم. علل تحريم التفاخر في الأنساب نعم. علل تحريم إثارة الفتنة بين الناس نعم. كلها أسئلة يعني منطقية ويمكن أن تأتي نعم. كسؤال في الصفحة 20 درس المواطنة، درس مهم أيضا مهم جدا نعم, نعم. في سؤال على ما تدل كلمة قومي في الحديث النبي صلى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أيضا تعريف المواطنة، عرف المواطنة، في عنا عدد عناصر المواطنة، قد يأتي سؤال فراغات أو قد يأتي تعداد. سؤال تعريف نعم, نعم. تعريف عرف نعم. الوطن، عرف المواطن كيف يكون حب الوطن أو كيف تكون الوطنية. أيضا في السؤال 21 جميل. في الصفحة 21 عفوا في أعلى الصفحة فوق للمواطنة أشكال مختلفة، بذل عطاء صدق انتماء إلى آخره، قد تأتي فراغات. أيضا في عنا صور المواطنة، أذكر صورتين للمواطنة مع التمثيل لذلك أو مع ذكر المثال نعم. أيضا في عنا بعض القيم التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام من المواطنة الإيجابية في أقرأ وأبني موقفا، يمكن أن نعددها التعداد تمام. صفحة 22 في عنا الجدول الحقوق الإنسانية على ذكر نعم. الحقوق أستاذ نعم. حاتم، محمد عجاج يسألك، ورد في الكتاب عدة حقوق إنسانية نعم. في أكثر من درس، هل يؤخذ بذلك نعم. بعين الاعتبار كلها بالسنة؟ صحيحة، كلها صحيحة نعم. أكتب 4 من الحقوق الإنسانية، هذه كلها حقوق إنسانية، أي 4 كتبتها فهي صحيحة نعم, نعم. أيضا في عنا بالصفحة 22 جدول مهم بأسفل الصفحة في عدد من الأسئلة نعم. ممكن عرف الانتماء مع ذكر المثال، عرف الحقوق مع ذكر المثال أو موازنة مع ذكر المثال، ممكن وازن بين موازنة نعم. مع ذكر من مع وازن بين الحقوق والواجبات نعم. قارن بينهما نعم. مع التعريف من حيث التعريف والمثال نعم, نعم. في عنا بأتعلم من الدرس شفناها قيم المواطنة، تعداد ممكن أن يأتي فراغات، وهي قيم المواطنة كثيرة مرت في الدرس الصفحات السابقة نعم. الدرس نعم. في عنا آخر سؤال في التقويم، بين أثر المواطنة الإيجابية في بناء الوطن نعم. أيضا سؤال مهم نعم. نعم. صفحة 24 الكسب المشروع، آخر أسئلة نعم. الوحدة الأولى نعم. أسئلة الوحدة الأولى، ما أهمية المال في حياة الإنسان؟ سؤال جميل. منطقي نعم, نعم. كيف يسهم المال في تحسين مستوى دخل الفرد أيضا، أو أهمية المال في حياة الإنسان يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد، يمكن نعم. أن يكون هكذا السؤال.
أيضا عدد أربع أو من مصادر الكسب المشروعة. جميل. أو ممكن نأتي بالدليل ما نعم. من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم. ما الكسب المشروع هنا؟ الوصية أو أستاذ حاتم أو يطالب الطالب نعم. بحفظ هذه الأدلة. الأدلة نعم. يجب على الطالب أن يفهمها فهما حتى يستنبط منها الجواب. نعم. الدليل ليس مطلوب حفظه لكن مطلوب فهمه أكثر من حفظه. نعم. 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 أيضا صفحة 25 في عندنا برأس الصفحة بالسطر الثاني علل تحريم الغرر أو الخداع. أيضا في عندنا عدد ضوابط الكسب المشروع من الجدول. ممكن أن يأتي سؤال فراغات أو سؤال تعداد. في عندنا سؤال مهم أيضا في أسفل الصفحة 25 بالجدول. موازن. موازن بين البيع والإجارة من حيث التعريف والعاقدان صيغة العقد المعقود عليه. كلها أسئلة مهمة وأسئلة منطقية. نعم منطقية. نعم. صفحة 26 برأس الصفحة ممكن سؤال فراغات ممكن سؤال أيضا تنقسم الإجارة إلى قسمين واحد اثنين إجارة منافع وإجارة عمل. نعم. أيضا ممكن في عنا أمثلة صنف الأمثلة الآتية إلى إجارة عمل وإجارة منافع. نعم. أذكرها في عنا أيضا سؤال وجيه وسؤال هام في أنواع الشركة صفحة 26 بأسفل الجدول. خريطة مفاهيمية ممكن صمم خريطة مفاهيمية أو أتمم الخريطة المفاهيمية الآتية. إذن هناك أو وازن هناك نعم. من سألنا ممكن أمثلة عن خريطة المفاهيم. نعم. جاء الجواب. هذا نعم. مثال عن خريطة المفاهيم. أنواع الشركة مثلا شركة الأموال الأعمال وازن بينهما من حيث ما يقدم الشركان ومن حيث توزيع الخسارة بينهما. أو ممكن شركة أنواع الشركة واحد اثنين ثلاثة فراغات. هذا مثال املأ الفراغ أو أكمل أتمم الخريطة المفاهيمية. نعم. الآتية أنواع نعم. الشركة بكل جميل. بساطة. أيضا في الصفحة 27 في عنا المثال ونوع الشركة. صنف الأمثلة الآتية إلى شركات أعمال. نعم. ومضاربة سؤال تصنيف سؤال في مهارة التصنيف. نعم. أسئلة التدريبات طبعا في الوحدة أيضا وردت في الدروس, وردت في الدروس. نعم. كل الشكر مهمة. كل الشكر لك أستاذ حاتم على هذه الإفاضة. هي الوحدة الأولى أطول وحدات الكتاب. نعم. أستاذ بشار شيبان الوحدة الثانية تبدأ من الصفحة 34. ما الذي يمكن أن تنصح طلبتنا في هذه الوحدة؟ أول شيء أستاذنا الكريم أتوجه بالشكر للأستاذ خالد أستاذ حاتم أستاذ طارق الأستاذ خالد والشكر موصول لأبنائنا الطلبة. نعم. الدرس الأول بعنوان مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب. نعم. في المنظوم المتقدم عندنا سؤال كيف تتحقق التقوى في حياة الإنسان. أجيب عنه بالدليل. بعد ذلك نعم. أجيب عليه بالدليل. نعم. بعد ذلك عندنا اذكر النص الدال على الأمر بتقوى الله تبارك تمام. وتعالى ويجب أن ننبه عليه كما نبه الأستاذ إلى أن يذكر الآية كاملة. إلى قوله الغرور. نعم. نعم. عندنا الكلمة أو التركيب القرآني ممكن تأتي كلمة أو كلمتين تحتوي معنى واحد. نعم. عندنا تحت في أسفل صفحة 34 فائدة تربوية هنالك تعديل لماذا خص الله تعالى الوالد والمولود بالذكر. جميل. لأن رابطة المودة بينهما هي أقوى الروابط. نعم. بعد ذلك في صفحة 35 عندنا التركيب القرآني الفكر السلوك المستفاد. نعم. كما شرح أستاذنا فالسلوك المستفاد هو نبه على الطالب أن يبدأ بفعل مضارع. نعم. التزم أساعد وما أشبه ذلك. عندنا في صفحة 35 سؤال ما هو مقياس التفاضل عند الله بين الناس. حلو. وهو التقوى مقياس التفاضل عند الله تبارك وتعالى. نعم. في صفحة 35 أيضا ثمرات التقوى ممكن يأتي كسؤال ما هي ثمرات التقوى على الطالب أن يعددها أو تأتي كفراغات. نعم. فراغين أو ما أشبه ذلك. نعم. عندنا في صفحة 36 عندنا قبل النص هنا تعليل لماذا خص الله الأمور الخمسة بالذكر؟ بالذكر. قد ذكر في هذه الآيات التي بعدها خمس أمور الأمور الغيبية قد استأثر الله بها. نعم. للجواب لأهميتها وإلا فيوجد غيرها. نعم. نعم. هنا في هذا النص قد ذكر الله خمسة. ذكر هذه الخمسة. نعم. هذا النص على يدل على بيان مفاتيح الغيب. نعم. بعد ذلك مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب هي خمسة قد ذكرها الكتاب. عندنا في صفحة 37 تعليل هل ما يتوقعه علماء الأرصاد الجوية من أخبار الطقس وما يتوصل إليه الأطباء من معرفة جنس الجنين من الغيبيات؟ لا. الجواب لا هي إنما هي اكتشافات وتبع حالات من خلال دراسات بحثية. عندنا موازنة بين علم الله تعالى لما في الأرحام ومعرفة الأطباء المختصين. جميل. هنالك أمر هام يجب عليه أن ينتبه أبناء الطلبة بأن علم الله هو علم شامل. نعم. أما علمنا هو علم جزئي. نعم. وعلم الله صائب دائم أما علمنا قد يحتمل الصواب. نعم. وقد يحتمل الخطأ. نعم. في الدرس الثاني حسن الظن بالله تبارك وتعالى حديث. الحديث في صفحة 38. نعم.
بدأ بما المقصود بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. هنا يجب على الطلبة أن ينتبهوا لهذا الأمر، أن حسن الظن هو رجاء رحمة الله وتوفيقه بعد الأخذ بالأسباب. حلو. أول شيء. جميل. يأخذ الأسباب بالأسباب بعد ذلك يرجو الله تبارك ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أكتب الحديث الدال على حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أيضا عندنا ننبه أقاطعك أستاذ بشار إلى أنه عندما يعني يطلب منه كتابة الحديث قد سهوا ينسى قال الله عز وجل، هذه من جملة الحديث. نعم. يعني ينبغي ألا ينساها الطالب. نعم. بعد ذلك عندنا وردت كلمة الظن في القرآن بمعاني متعددة. نعم. هذه من الألفاظ المشتركة في كل موضع، مثل نشاط معاني النور. مثل نعم نعم. نشاط معاني النور، يعني على الطالب أن ينتبه في كل نعم. تركيب القرآن لها معنى مختلف. نعم. بعد ذلك عندنا وحل الحديث النبوي إلى فكرة الارتباط، صفحة 39. نعم. عندنا نعم. تعليل على الإنسان أن يحسن الظن بالله تعالى في الأحوال كلها، الجواب لأنه ينعكس إيجابا على سلوكه. نعم. أقرأ وأكمل ممكن هنا فراغات. ممكن. إذا نعم. دعا الإنسان ربه عز وجل عليه أن يظن أن الله تعالى يجيب فراغ دعاءه وما جميل. أشبه ذلك. جميل. عندنا في صفحة 40 الموقف حسن الظن بالله ولا أو سوء الظن بالله. مهارة التصنيف. نعم. مهارة التصنيف. على نعم. ذلك. عندنا في صفحة 40 أيضا لماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يذكر ربه بالميت. نعم. على الطالب أن ينتبه. تعليم. أيضا نعم. نعم. من معاني الذكر كما تحدثنا. مثل معاني الظن ومعاني نعم. النور. عندنا نعم. أيضا أقرأ وأبين فوائد ذكر الله ذكر الله تعالى وأثره في سلوك الموظف الجندي الأم الطبيب بحسب موقع الإنسان. سؤال أن ينتبه إليه أبناؤنا الطلبة. نعم. التقويم أيضا سؤال استنتاجي أن ينتبه إليه الطلبة، كيف جميل. يكون حسن الظن بالله دافعا إلى إتقان العمل. هذا فيه مهارة تطبيق. نعم. 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 عندنا بعد ذلك في صفحة 42 حقوق الآباء والأبناء، نظام الأسرة. نعم. نظام نعم. الأسرة. نعم. وهنا ينتبه الكل لأن ليس فقط الحقوق مقتصرة على الآباء، أيضا الأبناء لهم حقوق على نعم نعم الأبناء. حقوق وواجبات. نعم. نعم. هل تقتصر في المنظر المتقدم هل تقتصر الحقوق والواجبات على الجوانب المادية ولماذا؟ نعم. هنا الكثير من الناس يعتقد أن فقط تقتصر على الجوانب المادية. نعم. كلا، لأن الجوانب المعنوية أيضا لها أهميتها الكبرى كبيرة وأثر بالغ في حياة الإنسان. نعم. وبناء المجتمع. نعم. في صفحة 40 أيضا عندنا تعليل للوالدين على أولادهم حقوق كثيرة أمر الله بتقديرهما. السبب لأنهما سبب وجودهم في هذا. تمام. جميل. أيضا عندنا في السطر الأخير في هذا فراغ ومن مكارم الأخلاق الإنسانية الإحسان إلى الوالدين وبرهما في فراغ حياتهما وبعد موت. موتهما. جميل. أيضا عندنا حقوق الوالدين أيضا ك يعني ينبغي نعم. نعم. هنا المراد في حياتهما، لأنه في صفحة 43 التي تليها بعد مماتهما. جميل. أن حقوقهما في الحياة نعم. وبعد الممات. نعم. نمضي في صفحة 43 السطر الأول أيضا فراغات مثل تفضل أستاذنا الكريم. نعم. لا يقتصر بر الوالدين على فراغ حياتهما بل يمتد إلى ما بعد مماتهما. نعم. أيضا صور بر الوالدين بعد مماتهما أيضا في صفحة 43 أن يفرق الطالب بين في حياتهما وبعد مماتهما. جميل. أيضا عندنا في صفحة 34 تعليق لماذا حرم الإسلام 43 نعم 43 نعم لماذا حرم الإسلام عقوق الوالدين؟ الجواب لأن القرآن الجميل منافع للفطرة الإنسانية السليمة. نعم. أيضا عندنا الموقف والتصرف الصحيح. تمام. 44 عندنا صفحة 44 السلوك والتعليم. هنا السلوك يأتي كسؤال تعليم. جميل. عندما يقول مثلا يلاطف أولاده ويدخل السرور إلى قلوبهم لأن ملاطفة الأولاد مظهر من مظاهر الإحسان. إذن ينبغي أن تكون عند الطالب القدرة على التعليل. نعم. الصحيح. التعليل الصحيح وهي موجودة في نعم. الأدلة. نعم. بعد ذلك أقرأ وأصنف الحقوق والواجبات أن يعرف الطالب ما هو حقوق الوالدين وما هو واجب. نعم. أقاطعك أستاذ بشار، نبشر من يسأل أنه نعم سيعرض نموذج في نهاية الندوة. تفضل أستاذ بشار. منظم أفكاري هي كخريطة مفاهيمية مراجعة لأهم الأفكار الموجودة نعم. نعم. عندنا سؤال درس صفحة 46 وهو درس هام جدا هو التطرف والإرهاب. نعم. على قدر كبير من الأهمية. نعم. نعم. هنا في بداية الدرس هو كخريطة مفاهيمية. أيضا هو خريطة مفاهيمية. بعنوان صنف خريطة مفاهيمية تبين فيها أن الفكر الإنساني ينقسم إلى فكر موضوعي نعم. وفكر متطرف. جميل. فأيضا ممكن أن تأتي كفراغات
الفكر الإنساني ينقسم إلى فكر مثلا موضوعي. يسأل عن دور العقل هنا ودور نعم العقل نعم. هنا هنا ماذا يراعي وهناك نعم. ماذا يعتمد نعم. نعم. بعد ذلك في صفحة 47 عندنا تعليل عن الإسلام دين الرحمة الوسطية ولا الجواب بأنه يدعو إلى تفعيل دور العقل في الفهم والإدراك جميل. ويؤكد حرية الرأي والاعتقاد جميل. ويحارب التعصب إلى آخره. عندنا بعد ذلك تعاريف تعاريف أو يأتيك صوب ما تحته خط نعم. صوب ما تحته خط. عندنا في صفحة 47 الرابط بين انغلاق العقل والتطرف والإرهاب. السؤال يأتي ما هي العلاقة بين انغلاق العقل والتطرف؟ استنتاجي نعم استنتاجي. العلاقة نعم. هي علاقة ترابطية جميل. صفحة 48 عندنا مجتمع يتحلى بالوسطية والاعتدال مجتمع في صف التعصب مهارة الموازنة نعم. نعم. عندنا أيضا هنالك تعليل الإرهاب علل الإرهاب أحد مخرجات التطرف وليس كل متطرف إرهابيا بالضرورة ولكن كل إرهابي متطرف جميل. هذا ما يسمونه علماء المنطق عموم وخصوص وجهي جميل. أيضا للجواب نظرا لما يمارسه من عمل إجرامي يقدم عليه عن سبق وإصرار وتعمد تمام. أيضا عندنا سؤال آخر ما وجه الشبه بين التطرف والإرهاب وبماذا يختلفان وجه جميل. الشبه كلاهما يشترك ب الغايات والأهداف نعم. ويزيد الإرهاب هنا الاختلاف ويزيد الإرهاب على التطرف باستخدام وسائل العنف وأساليبه. أيضا عندنا سؤال يأتي كفراغات أو عدد ما هي أشكال التطرف التطرف نعم. له أنواع ثلاثة ثلاثة التطرف الديني السلوكي الفكري فكري. نعم. أيضا عندنا السؤال ما هي مراحل تشكل الإرهاب نعم. عندنا بقي سؤال أخير هو سؤال استنتاج موجود بأسئلة نعم. الوحدة ما هو موقف الإسلام من التطرف والإرهاب نعم. الجواب حارب الإسلام والتطرف والإرهاب لأن نعم. الإسلام دين الرحمة والعدل نعم. الله يعطيك العافية أستاذ بشار كل الشكر لك أجزت وأفدت في الوحدة الثانية. قبل أن نشرع في الوحدة الثالثة هناك من يسأل إن اكتفيت بحل أسئلة القرآن والحديث هل أنجح؟ بني ينبغي أن نضع أمامك صورة متكاملة لتوزيع درجات الأسئلة في المادة. المادة من 200 درجة. السؤال الأول السؤال القرآن الكريم 65 درجة كما ستجدون في النموذج الذي سيعمم. السؤال الثاني 30 درجة هذه صارت 95. السؤال الثالث 25. السؤال الرابع والخامس لكل منهما 40 درجة. أنت إن حصلت على 80 درجة هو الحد الأدنى للنجاح. أستاذ طارق الوحدة الثالثة من وحدات الكتاب تبدأ في الصفحة 54 بنص القرآن الكريم بشارة وتكريم. ما الذي يمكن أن تفيد فيه طلابنا جزاكم الله خيرا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية جزاكم الله خيرا أستاذ خالد والزملاء الأكارم كل الأماني الطيبة والتوفيق لطلابنا الأعزاء. طبعا بداية بشارة وتكريم بدأنا الوحدة الثالثة في السطر الأول من المنظم المتقدم من رحمة الله تعالى أن كرمه بالعقل. ممكن أن تأتي علل وذلك نعم. ليتفكر في هذا الكون وليميز طريق الخير نعم. سؤال المنظم المتقدم كيف يستثمر الإنسان إمكاناته إمكاناته نعم. إمكاناته ليقدم ما هو نافع للإنسانية نعم. نقول بتسخير طاقاته وقدراته بالدنيا وفق منهج الله تعالى أو بما ينفع مجتمعه ونفسه وأهله نعم. موجود بالدليل طبعا النص القرآني وقد قسم إلى عدة أفكار. نبدأ أولا ببشارة وتكريم التي قال فيها الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قد يأتي السؤال اكتب الآية الدالة على البشارة والتكريم جميل. أو الآيات الثلاث طبعا نعم. وكما ميز زملاؤنا جزاهم الله خيرا أن يفرق الطالب بين ما يطلب منه بين آية أو تركيب أو نص أو عدة آيات نعم, نعم. الكلمات أو تركيب القرآني والمعاني وهي مهمة كالمعتاد. ننتقل نعم. إلى الصفحة 55 55 هناك ذكرت الأفكار وعلى الطالب أن يستنبط أو يذكر الآيات الدالة عليها. يعني سؤال عكسي أتى إما أن يأتي الآية ونبين الفكرة ويطلب أو منه الفكرة أو الفكرة ويذكر التركيب وعلى اعتبار الطالب أنه حفظ هذا النص ليس ذلك صعبا عليه نعم. نعم. في المقطع الثاني وهو مظاهر اختلال نظام الكون وقد يأتي السؤال اكتب الآية أو اكتب الآية الدالة على اختلال نظام الكون آية واحدة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب نعم. نتبعها بالكلمات أو التراكيب القرآنية مع المعاني إما كلمة وبيان المعنى أو المعنى وذكر نعم. الآية 56 الصفحة 56 وردت أيضا المقطع الثالث في النص التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وجوب الإيمان بالله تعالى
وتكريم الله لمن يؤمن به ذاكرا الكلمات القرآنية والمعاني بنفس الطريقة السابقة، وختم النص بالفكرة الأخيرة والتي أثنى الله سبحانه وتعالى فيها على القرآن الكريم وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد تأتي اكتب الآيات على اعتبار أنهما آيتان الدالتان على ثناء الله سبحانه وتعالى على القرآن أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هاتين الفكرتين تعليلان. جميل. قبل أن ننطلق إلى التعاليل، يعني طالما أنك تتحدث أستاذ طارق عن الآيتين، هناك من يسأل الزيادة في الآية أو الإنقاص منها، هل ينقص من الدرجات؟ هل الطالب لا يحاسب يعني على الزيادة؟ يعني أدرج كلمة زائدة في متن الآية أو أنقص من الآية كلمة؟ إن كتب فوق المطلوب لا يحاسب على الزيادة. داخل الآية، في داخل الآية كل خطأ زيادة أو نقصانا أو تبديلا أو تبديلا تحسم عليها خطأ. طبعا التعاليل يثني الله سبحانه وتعالى على القرآن، علل، لأن فيه من الآداب والنظم الأخلاقية والتشريعات ما يهدي إلى معرفة الحق، وقد أثنى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته التي هو فيها رحمة للعالمين، لأن ما بعث به سبب لصلاحهم وسعادتهم. جميل. طبعا لدينا جدول هنا ذكرت به بعض الآيات القرآنية، وعلى الطالب أن يستنبط منها صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة فيها. في الصفحة 57 ذكرت لنا أيضا بعض الآيات والأدلة، وعلى الطالب أن يذكر التركيب الموافق لها مما حفظ. نعم جميل. تمام. جميل. أتعلم من الدرس، وهو قد يأتي فراغات أو صح أو خطأ ممكن. التقويم، ما أثر الإمام باليوم الآخر في تقويم سلوك الإنسان. نعم. الدرس الذي بعده تجويد. في الصفحة 58 ذكر النص القرآني لتطبيق التجويد عليه، وقد ذكرت في الصفحة 59 هنا تذكير للطالب بمد العوض. وبنهاية الندوة عندنا ملخص للتجويد في آخر الكتاب، ممكن أن نذكر طلبتنا بالأحكام المطلوبة منهم. نعم. ننتقل إلى الصفحة 60 وهو درس الحديث بعنوان صلاح القلب. نعم. وقد ابتدأ المنظم المتقدم فيه بحرص الإسلام على التوازن بين مطالب الدنيا والآخرة، وعليه سؤال في نهاية المنظم المتقدم، كيف يوازن الإنسان بين متطلبات الدنيا والآخرة؟ نقول بتلبية مطالب الروح بالإيمان بالله تعالى، ومطالب العقل بالعلم، وتلبية مطالب الجسد، وكلها باعتدال. طبعا في السطر الثالث من المنظم المتقدم لدينا أيضا تعليل، وهو الأمر بإخلاص القلب وسلامته من النفاق والحسد والحقد، علل، ليسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. نعم. اكتب الحديث الدال على صلاح القلب. جميل. وقد سبق زملائنا في بيان الكتابة وكيف يعامل ضوابطها. نعم. ضوابطها إن أنقص أو زاد في النص. نعم. لدينا على ذكر الزيادة والنقص، هو يستدرك الأخ محمد عجاج، قال القصد أن أزيد آية، الزيادة لا تصحح، الزيادة لا تصحح أصلا، لا. نعم. يحاسب على الزيادة لا يصحح. نعم. نعم. جدول يبين الكلمات أو العبارات والمعاني. نعم. ممكن أن تأتي اختر المعاني لما يلي أو وصل كما ورد في الجدول. في الصفحة 61 تحليل للحديث النبوي الشريف بكل أفكاره. جميل. طبعا تعدد الأحكام، قد يأتينا سؤال صنف الأحكام الشرعية بناء لفهمك للحديث الشريف. نعم. تقسم إلى مباحات ومحرمات وأمور. نعم. مشتبهة. لدينا جدول يبين لنا الموقف، وعلى الطالب أن يعتمد على مهارته بالاستنتاج. نعم. ويستنتج آثار كل موقف، أو الموقف أكل مال يتيم مثلا يصنف إلى حلال أو حرام أو. نعم. مشتبهات. ثم الجدول الأخير، صنف أو قارن أو وازن بين آثار التزام الحلال والتزام وآثار الوقوع في الحرام. نعم. في الصفحة 62 لدينا تكملة تحليل أفكار الحديث، وبدأوها بتكريس مبادئ سد الذرائع وهو مصدر مصادر التشريع، سيأتي ذكره إن شاء الله في الوحدات القادمة. نعم. اثنين، أهمية صلاح القلب، وعليها سؤال، قد يأتي فراغات أو صوب. نعم. العبارة الخاطئة، تعريف القلب، تعريف القلب أو. نعم. ما أهمية صلاح القلب؟ نقول لأنه محل النية والشعور والوجدان. نعم. أو لماذا حرص الإسلام على تثبيته بالصدق والصلاح. نعم. ثم في السؤال الرابع، وردت كلمة القلب في القرآن بمعاني متعددة، كمعاني الظن والنور. نعم. نعم. نعم تماما. في صفحة 63 أقرأ وأستنتج، ذكرت لنا بعض الأدلة القرآنية، وعلى الطالب أن يستنتج القيم. القيم المستفادة من الأستاذ حاتم جزاه الله خيرا، كيف يكون الطالب التفريق بين القيمة والفكرة وبين السلوك. السلوك. تعلمنا من الدرس أمور كثيرة،
التقويم ماذا لو التزم الناس أوامر الله تعالى واجتنبوا نواهيه في معاملاتهم الحياتية؟ أكيد ستكون مواطنة صالحة والحياة مستقرة. فالصفحة 64 القضاء والقدر. وقد ابتدأ المنظم المتقدم بخريطة مفاهيم تبين وجوه حياة الإنسان بين التخيير والتسيير. ممكن أن تأتي صمم خريطة أو املأ الخريطة المفاهيمية الآتية بمعنى التخيير والتسيير ومثال لكل منهما مع الدليل. ما أثر التخيير والتسيير في حياة الإنسان؟ نقول معرفة الإنسان حقيقته وتقديره ذاته لشعوره بحرية الاختيار والإرادة وشعوره بالرضا والطمأنينة. في الصفحة 65 بيّنوا لنا مفهوم القضاء والقدر. ممكن أن يأتي املأ الفراغ أو ممكن أن يأتي عرف، وهو حكم الله تعالى وتصرفه في شؤون الخلق بحسب علمه وإرادته سواء وافق رغبة البشر أم خالفها. ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر واجب، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. قد يأتي صوب العبارة الخاطئة بصيغة وهو الركن السادس من أركان الإسلام مثلاً أو الخامس أو الرابع. تماماً. كيف ترد على من يقول ما دام الأجل محدوداً فلا من عناية بالصحة ومراجعة الطبيب؟ جميل، تطبيق سلوكي. تطبيق سلوكي. نقول بأن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله. فالصفحة 66 بيّنوا لنا الآثار التربوية والنفسية للإيمان بالقضاء والقدر فيما يتعلق باختيار الإنسان كمخير وفيما يتعلق بأنه مسير. ممكن تأتي تعداد أو تأتي كخريطة مفاهيم كما وردت في الكتاب. كتاب الطالب. هل الإيمان بالقضاء والقدر ينافي الأخذ بالأسباب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الإنسان العاقل يؤمن بأن الأخذ بالأسباب هي من قدر الله سبحانه وتعالى. في الصفحة 67 أتعلم من الدرس تعلمنا أمور كثيرة نذكر رابعها يورث الرضا والطمأنينة بالنفس. التقويم. كيف ترد على من يقول إن الإيمان بالقضاء والقدر يدعو إلى التواكل وهو عكس التوكل ويجعل الإنسان يتذرع بالمكتوب عند الفشل؟ نقول إن الإيمان بالقضاء والقدر يدعو الإنسان للجد والاجتهاد واجتناب المخاطر وإتقان العمل والاطمئنان والتفاؤل. أستأذنك أستاذ طارق بالمقاطعة. أولا هناك من يسأل وهذا سؤال في مكانه، قال إنه ورد سؤال القيم هذه المرة في درس الحديث، فهل يسأل عنه في سؤال الحديث أم في سؤاله؟ لا يسأل عنه في سؤال الحديث، طالما هو من قسم الحديث يسأل عنه، مع أنه لا فارق عند الطالب، يعني إن سئل في سؤال الحديث أو غيره. بقي أستاذ طارق من هذه الوحدة درسان اثنان، الاستحسان ومصادر الكسب غير المشروع، لكننا مضطرون لأن نأخذ فاصلا مريحا مدته 10 دقائق نستريح فيها. أعزائي الطلبة، بعد الفاصل عندنا درسان من الوحدة الثالثة، ثم عندنا الوحدة الرابعة والخامسة وعرض نموذج استرشادي. ندعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.